الفان ديفير يعني ببعض المناطق بلبنان شوي مش كتير، بس كمان في بعض المناطق هي مناطق كتير دافية. وكمان اليوم عم تعيد عيد الميلاد، ويمكن هلأ خلص بلش عيد الميلاد وعيدوا وولد المسيح وكمان هللويا. نحن رح ننتقل مش للعالم، رح ننتقل للمناطق اللبنانية. رح ننتقل هلأ للأشرفية مع زميلة جيسي خوري اللي صارت موجودة وجاهزة تقلنا شو هي آخر الأخبار بالأشرفية. وين موجودة هلأ؟ بونجور جيسي. هاي كاتيا، كيفك؟ وين موجودة أنت هلأ؟ أنا هلأ تحديداً على ساحة سيسين. أول شيء بدعيت كل المشاهدين، ومثل ما قلت أنت اليوم الطقس شمس مثل ما عم نشوف، مش مثل ما معودين بلبنان على ساعة والشتاء. كيف الأجواء عندك بساحة سيسين وبالأشرفية؟ أكيد زينة العيد واضحة، بس أكيد كمان أجواء عيد. 100% كاتيا، أجواء عيد بما كان في عجقة سير، يمكن مبين شوي معكم بالصورة، السيسين مسكرة تقريباً وكل المحلات وكل المراكز التجارية مفتوحة اليوم، كل العالم عم تعمل شوبينج، هيدا لاست مينت شوبينج تبع كريسمس. والأشرفية كاتيا بلشت بالاحتفالات تبع الميلاد من أول ديسمبر، فكان عنا نحن بأول الشهر مثل ما عم نشوف هالشجرة والمغارة العملاقة الموجودة وراي، افتتحت هيك، فتتحت الأشرفية ديسمبر والأعياد المجيدة بهالمغارة الحلوة اللي عم نشوفها ورانا. بالإضافة لهالموضوع كاتيا، بلدية بيروت وللمرة الأولى نظمت كريسمس فيليج أو قرية الميلاد. الكريسمس فيليج اللي كانت ب 13 و14 ديسمبر، خلال هالاحتفال كان في أمور بتختص أمور ترفيهية وترانيم ميلادية خلال هالنهارين. العالم انجمعوا بمنطقة بيدستريان أو للمشاة فقط، وكانت أجواء كتير حلوة ومميزة. تم افتتاح القرية بوجود وزير السياحة ميشيل فرعون، نواب منطقة بيروت، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد، ورئيس لجنة تجار الأشرفية السيد توني عيد، وعدد كبير من أساقفة رعية بيروت. كانت الأجواء كتير حلوة، كان العالم كتير مبسوطين، وعن جد عمت الفرحة للأشرفية. هالقرية الميلادية مثل ما وعدوا بلدية بيروت رح تكون محط سنوي للأشرفية ولكل اللبنانيين، مش بس لأهل الأشرفية. هذا كان كل شيء من عنا اليوم بالأشرفية كاتيا. رح نرجع لعندك على الاستوديو، ونحن رح نكفي جولتنا على عدد من المناطق مختلفة بلبنان. شكرا لك جيسي، بنعد عليك كمان. رح نكون نحن وياك بعد شوي اكيد برسائل ثانيه من المناطق اللبنانيه، لانه اجواء العيد اجواء كثير حلوه بلبنان وين ما كان، الكل معيدين. طبعا نحن بنهايه حلقتنا لليوم رح نكون مثل كل سنه مجموعين على الميدي لحتى نعيد سوا. وكمان لو بتشوفي جيسي اليوم الكورال الملايكي الموجودين معنا من الليسي شارلمان شو عم يطفوا اجواء حلوه على حلقتنا. وبعد شوي رح نكون كمان مع الفنانه باسكال صقر يلي كمان رح تكون عم بتزين حلقتنا. طبعا الاجواء عندي انا كتير. رح خلص وجرب لاقيكي، نحن ناطرينك. ما تجربي تعي. شكرا لك جيسي، انتبهوا على حالكم وبنشوفكم بعد شوي. هلا وقفه وبنرجع بنتابع نحن وياكم. ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا.